فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وأنا ربنا بيكلم وأنا علي حاسبهم، أنت عليك تبلغ فقط. إيه ده؟ طب يعني الناس اللي اتظلمت واتقتلت واتشردت دي مش هتشوف يوم في الظالم؟ لا مش بالضرورة. اللي واثق في ربنا وعنده إيمان في ربنا ومتوكل على ربنا ويعلم أن الله لا يظلم عنده أحد، ما يشترطش على ربنا، ما يشترطش على ربنا إيه اللي يحصل في الدنيا وإيه اللي يحصل في الآخرة. أنتوا شغلتكم تؤدوا المهم، تعبدوا، تدعوا الناس، تعمروا الأرض، تقفوا مع الحق ضد الباطل، بس هتتظلم ويستهزئ بيكم. ده استهزئ بالنبي، ولقد استهزئ برسل من قبل. النبي اتقال عليه سحر ومجنون وكذاب وكل حاجه، اتقال عليه مجنون، اتضرب بالطوب، العيال مش تجري تضربيه بالطوب كده في الطائف، وهتصادر اموالكم وتشردوا، كل الامتحانات دي. فلا تسيئوا الادب مع الله ولا تتعجلوا حساب الناس ولا عقاب الناس. علشان تنجحوا انتوا في امتحانكم لازم تظهروا العبودية التامة تامة. احنا ندعو الله، ممكن ندعو على الظلم ولازم ندعو على الظلم، ايه المشكلة عشان نستريح ندعو على الظلم، لكن مش ما نفضلش نلح على الله انه يورينا يوم فيهم في الدنيا عشان ما يشفي صدورنا في الاخرة برضه. وانت مش واثق في اخرة ولا ايه؟ هو عذاب الدنيا مهما كان هيكون زي عذاب الآخرة؟ يعني لو ربنا واحد ادخر له عذابه للآخرة متضايق ليه؟ إلا لو أنت مش مؤمن بقى بالآخرة.